ما حكم من مات وعليه جنابة؟ وهل من صلى وعليه جنابة صلاته صحيحة؟ من صلى وعليه جنابة وهو يقدر على الطهارة لا تصح صلاته، أما إذا كان لا يقدر على الطهارة، حضره الوقت وليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم والوقت سيخرج، هذا يصلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم، تقول الله ما استطعتم. ما إذا كان يقدر على الماء يجب عليه تطهر بالماء، إذا كان يقدر على التيمم بالتراب يجب عليه التيمم بالتراب، إذا كان لا يقدر على هذا ولا على هذا فإنه يصلي على حسب حاله.